اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده، الله، دي لعبه جديده من ليجو سيتي، وهنا عربيه البوليس مصالحه الاطفال من سن 5 ل 12، كود اللعبه 6 4 0 1. شكلها جميل جدا. هنا ابتدي بقى ان احنا نركبها، وهنا بقى ده رجل المطافي اللي بيطفي ال يعني هو مع العربيه بتاعته عشان يروح ينقذ القطة. هنركبه بقى كده، الله، بس شكله كمان ازاي. نركب بقى بقية الأجزاء بتاعته، دي الست بقى، الله، كده ركبنا بقى الرجل والست. وكده بقى ركبنا الشجرة وعليه القطة، وهو بقى يروح عشان ينقذها. وبعدين ده الجزء اللي تحت بتاع العربية. هنركبه بقى كده، اوكي، وحطينا بقى كمان ارقام العربية، الله، كل ده بالليجو. هنركب بقى الجزء ده، واو، بصوا نيجي بقى كده، ركبت الايه العربية، ركب اصل العربية، كده قربت بقى ان انا اخلصها. هنا بقى الجزء بتاع الايه المية بتاعته بتكون ورا، وده الرشاش اللي بيطلع المية عشان يقدر ان هو ايه يطفي الحرايق.
اوكي لو حصل اي مشكله بسرعه بيروح بقى بعربيه على طول بدل ما يروح بعربيه كبيره قوي. الله دي فكرتها فعلا حلوه جدا. اهو بصوا بقى فاضلي كاوتش. نركب بقى كاوتش كده اهو. وبكده اكون خلصت ايه تركيب العربية كلها. الله انا عن نفسي عجبتني قوي قوي اللعبة الفظيعة دي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قولي بقى في الكومنتات رأيكم فيها. وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رعاية بلوفول. توحشوني يا اصحابي. باي باي.